لنقاش ملف المغيبين ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أهلا بكم أستاذ ضياء. أهلا ومرحبا بكم، تحية. كيف تقرأ توجيه مجلس القضاء لمحاكم التحقيق بتلقي شكاوى من قبل ذوي المغيبين وما مدى جديته في الوقت الحالي؟ حقيقة هذا هو ولو جاء متأخر، بس يعني ولو كانوا هم يعني الحكومة العراقية جادة بهذا الملف، ملف المغيبين، نحن نرحب به كمنظمة عربية لحقوق الإنسان. ولكن لحد هذه اللحظة، من بداية المغيبين ولحد هذه اللحظة، أي من بداية الاحتلال، يعطونا مواعيد، ولحد هذه اللحظة لم توفي الحكومة العراقية بمواعيدها، ولم توفي حتى بأبسط الأمور أنه تبدأ بالتحقيق أو بالحوار مع الناس، مع أهاليهم، لتعرف متى ضرر العوائل الموجودة أو حتى الناس أو حتى المغيبين. لحد هذه اللحظة مع الأسف أنه أنا أتوقع والأخوان هنا يتوقعون أن الحكومة العراقية تعطي مواعيد، وهي غير جادة بهذا الأمر. نحن نأمل أن يكون هناك جدية بهذا الموضوع، وفعلا يتحرون على كل الملفات وعلى كل الأشخاص المفقودين والمغيبين من الشعب العراقي. كيف يفسر صمت مجلس القضاء خلال كل السنين الماضية والتي شهدت استمرارا لجريمة الإخفاء القسري تجاه المدنيين؟ نعم، نحن نعلم أنه القضاء في العراق، هو مسير وليست مخير، وهذا كل دول العالم تعلم بهذا الشيء، ونحن نعلم أنه القضاء ليس هناك نزاهة بالقضاء العراقي. النزاهة بالقضاء العراقي فقدت من بداية الاحتلال أختي ولحد هذه اللحظة، وإنما تزداد سنة بعد سنة لسياء هذه الحالة. يعني تستاء الحالة من سنة إلى سنة أخرى. ولكن الحكومة العراقية هي أيضا يعني مسيرة وليست مخيرة. هناك سلطات أكثر من عندها، هناك الميليشيات، هناك الحشد الشعبي، هناك الأحزاب هذه السياسية المتطرفة والطائفية هي تحكم العراق بالوقت الحاضر. الحكومة ليس لها يعني حقيقة لا يوجد لا جيش ولا شرطة ولا أمن، وحتى الدولة هي دولة مغيبة بصيغ معنى الدولة بالمفهوم الدولي. لحد هذه اللحظة الدولة العراقية هي مغيبة، لا توجد دولة عراقية، يعني مجموعة من العصابات، كل واحد يملك عصابة داخل في البرلمان، ليست أحزاب لها مبدأ لها صيغ، وإنما المبدأ جاية لابتزاز الشعب العراقي وسرقة أموال الشعب العراقي. ليس إلا يرى البعض أن إحالة قضايا المغيبين إلى المحاكم هو شكل من أشكال إنهاء القضية، ما مدى صحة ذلك؟ إذا أرادوا أن ينهون القضية عليهم أن يسمحوا للمنظمات الدولية الحقوقية المعترف بها من قبل الحكومة ومن قبل العالم الدخول بهذا الملف والخوض هذا الملف والتحري عن هذه الحالات. إذا هم كانوا نزيهين وواثقين من نفسهم، خلي يسمحونا بالدخول كمنظمات، يسمحونا بالدخول للعراق والتحري عن الأشياء الموجودة الذي تحدث في السجون العراقية، في كل السجون إذا كانت في العلة والديوانية وشمال العراق. هاي كلها بالوقت الحاضر لا توجد هيئات دولية معترف بها أنه تزور السجون العراقية، ولا يرغبون بزيارة السجون العراقية. حتى المعتقلين رسميا هم يعانون من أشد المعاناة من التعذيب والإهانة من قبل السجانين في الحكومة العراقية ومن قبل الميليشيات. كل ميليشيا لها سجنها الخاص، كل حزب لها. هل يعني ذلك أن ليس لديكم إحصائيات دقيقة حول أعداد المغيبين في العراق على الأقل خلال الفترة الماضية؟ احنا لنا احصائيات من قبل الشكاوى المواطنين الذين يقدمون شكاوى الى المنظمات الانسانيه الموجوده، يقدمون هذه الاحصائيه موجوده من قبل عوائل واهالي المعتقلين. نعم. ولكن هل لدينا سجل من الحكومه العراقيه او ملف من الحكومه العراقيه واضح ويشرح من هم المغيبين
وكيف غيبوا وكيف اختطفوا. هذه تعلم بها الحكومة العراقية، أي الحكومة العراقية لا تعطي هذه الملفات ولا تسمح للمنظمات الإنسانية بالتحري عن ما يحدث في العراق وفي السجون العراقية وفي سجون الميليشيات. نحن ليس لنا علم كم سجون، أكو سجون موجودة المعروفة من قبل الحكومة العراقية، ولكن سجون الميليشيات لا نعرف بها أي شيء، وسجون الأحزاب لا نعرف بها. هناك أشخاص بالعراق موجودين بالوقت الحاضر، أشخاص لهم سجون خاصة عندهم. شكرا جزيلا لك أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.